تريتمنت اتفقنا عندنا حاجتين هيعملوا تريتمنت، يا اما برايمري فروزن وسكندري فروزن. سكندري فروزن قلنا الاصل فيه المنع، وان هنمنع العين ازاي يحصل له سكندري فروزن للمشاكل اللي احنا هنتعرض لها كتير منها. هي عباره عن الامبيجمنت سندروم او فوتوكابلس اوردر. الامبيجمنت سندروم هنتكلم عنه بالتفصيل وقت كتريتمنت فروزن برايمري اور سكندري. برايمري فروزن ما نقدرش نمنعه لان ده قطر طلع المحطه هيعدي كل المحطات زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، وقلنا ده ايديوباسيك كوز وقطر هيكمل بين فور فريزنج فروزن سولينج ستيج المراحل بتاعته اتكلمنا عنها. ده هنتكلم على التريتمنت بتاعه، قلنا التريتمنت بتاعه ستيج سبيسيفيك تريتمنت. ستيج سبيسيفيك بمعنى ايه؟ كل مرحله من مراحل الفروزن شولدر لها التريتمنت بتاعها، يعني البين فور ستيج لها التريتمنت بتاعها، فريزنج ستيج لها التريتمنت بتاعها، فروزنج ستيج لها ستيج 3 لها التريتمنت بتاعها، سولينج ستيج لها التريتمنت بتاعها. ده واحد. اثنين، سكندري فروزن شولدر. سكندري فروزن شولدر ده التيبس الثانوي او الفروزن نتيجه حاجه مش هو مش 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 كابسولايتس. القصه بيبقى في حاجه ثانيه بيهايند كوز، زي مثلا واحد عنده امبنجمنت سندروم نيجليكتد وقعد فتره طويله. الامبنجمنت قلنا الليميتيشن بتاعه فليكشن ابدكشن انترنال روتيشنز او في الاليفيشنز، بين في الاليفيشن فبيليمت الاليفيشنز فبالتبعيه بيطايت البوستيري كابسول. فالفروزن في الامبنجمنت سندروم الكبسول تايتنس ميلي بوستيري اند انفيريور، فعشان كده الليميتيشن رينج اوف موشن ميلي 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 فليكشن ابدكشن والاكثر الانترنال روتيشن. عشان كده عملنا اسسمنت الانترنال روتيشن رينج اوف موشن والبوستيري كابسولر تايتنس في حاله الامبنجمنت سندروم. وهنبدا العمل بتاع الحاجات دلوقتي نعمله. اثنين، الكبسول الباثولوجي في الفروزن شولدر اللي هو برايمري فروزن شولدر في الكبسول نفسه، فعشان كده ادهيسيف كابسولايتس. الكبسول نفسه هو اللي فيه انفلاميشن، فالليميتيشن كابسولار باتر فاكسترنال اب انترنال اكسترنال اب انترنال رينج اوف موشن. الليميتيشن كابسولار يونيفورم بين فور الليميتيشن رينج اوف موشن، ده الفروزن شولدر. يبقى الليميتيشن في كل الدايركشن. السكندري فروزن ممكن يجي بعد امبنجمنت سندروم، ممكن يجي بعد عيان عامل ارثروسكو منظار، ممكن يجي بعد عيان عنده كان عنده سلوكيشنز وتثبت، ممكن يجي مع عيان كان عنده فراكشر كلافيكل، كان عيان عنده فراكشر هيومرس، كان عنده فراكشر جريتر ديبروستي هيد هيومرس، اي بوست اوفر اي عمليه في الكتف بعدها او تثبيت او بين بيحصل مين؟ وارد انه يحصل سكندري فروزن شولدر. الاصل في علاجه تو بريفنت، الاصل في علاجه المنع، ان انا امنعه يحدث. امنعه يحدث ازاي؟ الاصل في الشولدر عشان امنع اي ستيفنس ان انا اخلي الجوينتس ميلي ان ذا كلوز باك بوزيشن. طالما الجوينتس في الكلوز باك بوزيشنز يبقى انا عامل ستريتشنج على كل الباسيف كومبوننت اللي هو الكبسول والليجمنتس. النقطه الثانيه، عامل لوكينج ميكانيزم، مفيش حاجه جوه المفصل، المفصل مقفول، فمفيش فرصه ان يتكون فيوجن او اكيوميشن اوف فلويد انتر ارتيكولر. طب الكبسوله الكلوز باك بوزيشن اوف ذا جين هيومرال جوينت از فليكشن اب اكسترنال، يبقى فليكشن اب اكسترنال 90 90 90، يبقى 90 فليكشن 90 ابدكشن 90 اكسترنال روتيشن. لو عشان انت عم تعمل الوضع ده مع اي عيان شولدر لسه بص اوفر او وارد انه ايه يخلع، ما هو يكون ديسلوكيشن هو السبب والعيان ثابت ايده عشان يديسلوكيت فيقعد يمبلايزد فتره فيحصل له ستيفنس. فالاساس في الشولدر باسف ابدكشن 90. لو انا عملت بس في ابدكشن 90 عملت ايه؟ فتحت الانفيريور كبسول، فتحت الانتيريور كبسول، فتحت البوستيريور كبسول من ورا. وقلنا باسف ليه؟ باسف لان وارد يكون عين عامل ارتكاف ريبير، عامل خطط اوتار زي ما ياخد في الترم الثاني، ما ينفعش تعمل اكتف. ما ينفعش تعمل اكتف. النقطه الثانيه، ما ينفعش يعمل اكسترنال روتيشن 90 اصلا قبل 3 شهور. ما ينفعش يعمل ابدكشن 90 قبل 6 اسابيع. فعشان كده باسف ابدكشن 90 وزن 6 اسابيع. باسف ابدكشن 90 وزن 6 اسابيع ايا كان الكسر ايا كانت العمليه. لازم عند خلال 6 اسابيع لو وصلت الباسف ابدكشن 90 انت كده قدرت تمنع الارثروفايبروز. ليه؟ لما نرجع بالسكابلو هيومرال ريزم و30 وال40 وال60 والقصه دي كلها هنلاقي نص الرينج او اكتر من نص الرينج الموصول عنده السكابلو ثوراسيك انت خلصته. ما هو 90 هنقول 40 درجه و50 50 في 30 في الاول رجلين هيومرال و20 في الاخر رجلين هيومرال وال40 بتوع مين؟ السكابلو ثوراسيك. يبقى انت كده وصلت 90.
يبقى 30 40 وال 20 درجه من ضمن ال 30 اللي هم الاخر اللي هم بعد ال 70 لحد ال 100 انت جايبهم منين؟ جين هيومرال. يبقى انت عندك كده 50 درجه جين هيومرال جبتهم، وعندك 40 درجه سكابرو ثوراسيك. اللي باقي في السكابرو ثوراسيك ال 20 درجه اللي فوق ال 100 وال 60 درجه اللي في الاخر، ودايما ما بيبقوش ارتيكولر، يعني ما بعد ال 120 الليميتيشن في الرينج اوف موشن اوف ذا جين هيومرال جوينت او شولدر جيردر كومبلكس تبقى جين هيومرال بس اكسترا ارتيكولر. يعني القصه كلها تايتنس ماسلز كاكسترنال كاكستنسورز كادكتورز. فالتارجت بتاعك ما يبقاش انترا، ما يبقاش موبيليشن ميلي. موبيليشن انت لو عملتها بالهدف منها موبيليشن للبينز نوت امبروف الرينج، لان الرينج الليميتيشن بتاعه تبقى اكسترا ارتيكولر مش اديشنز جوه. لان طالما وصلت ب 90 انت خدت الكبسول في الماكسيمم ستريتشنج بوزيشن، يعني مينلي معظم الرينج بتاعه اللي هو الاس فيه تايتنس انتر ارتيكولر بتاع موبيليشن شيت جيبه، انت جبته بالموبيليزيشن بال 90 ابدكشن بال 90 ابدكشن. فبعد 90 انت بتعمل ممكن نعمل موبيليشن بس مش التارجت، مش ده هتبقى الاساس في التريتمنت. الاساس في التريتمنت بتاعك في الليميتيشن بعد ال 120 هيبقى مين؟ ستريتشنج حسب التايتنس فين؟ حسب التايتنس فين؟ في اي جزء؟ اتفقنا يا شباب؟ فعشان كده اي عيان عشان تمنع بس عشان تمنع الارثرو فيبروز او الستيفنس او السكندري فروزن شولدر باسف ابدكشن 90 باسف ابدكشن 90. ليه؟ النهارده لو فراكشر كلافيكي ووصلت باسف ابدكشن 90 هو بعد ال 90 كده انت الجليوم السكابروس الروتيشن بتاع الكلافيكي الفراكشر هو هيثبت ازاي؟ البليك هتبقى بهذا الشكل. لو بعد ال 90 عدت ال 100 مش الروتيشن المفروض الكلافيكي اللي بتعمل بوستير روتيشنز، طب انت مسبب بشرايح ومسامير وبتعمل روتيشن عليها، مش ده يعمل مايكرو ستريس وممكن يخلي المسامير تلوز من مكانها؟ فعشان كده احنا ما بنعملش بعد 90، لان الروتيشن اوف ذا كلافيكل بيحصل امتى؟ من 100 ل 120. وبعد لما يحصل الروتيشن يعمل معاه مين؟ يعمل معاه الابو الاكسترنال والبوستيرو تيلت اوف ذا سكابلا اللي هم من 10 من 100 ل 120 درجه، اللي هم اكسترنال بوستيرو تيلت اوف ذا سكابلا سكندري عشان الموشنز بتاعت الليفيشن ريتراكشن ابورد روتيشن، يعمل بوستيرو روتيشن اوف ذا كلافيكل، يعمل اكسترنال بوستيرو تيلت اوف ذا ايه؟ ذا اكروميو كلافيكولار جوينتس او سكابلا ثوراسيك ارتكوليشن. المفروض الكلام ده محفوظ عن ظهر القلب. سلام احمد بارك. نرجع تاني مرجوعنا، يبقى 90 ابدكشن بس ابدكشن 90 بس ابدكشن 90. بعد كده ده هيمنع الليميتيشن، ده هيستريتش الكبسوله انتيريو انفيريو بوستيريو، الانتيريو بليمت الاكسترنال البوستيريو بليمت الانترنال الانتيريو بليمت الابدكشن. الكلام ده كله احنا عارفينه. نرجع بقى مرجوعنا تاني، يبقى احنا عايزين نمنع السكندري فروز، ده هنمنعه بالباسيف رينج اوف موشن، وان احنا نجيب مين؟ باسيف ابدكشن 90. ده واحد باسيف ابدكشن 90. لو انا عندي فراكشر كلافيكل ورفعت ايدي لحد 90 انا كده بتحرك في البلان اللي مع الشريحه نفسها، ما هو التثبيت كده انا رايح جاي معاها. القصه ان الكلافيكل اتلف والشريحه ثابته، فده اللي هيعمل ستريس على مين؟ على المسامير اللي هي مثبته الشريحه في العظمه، ده اللي ممكن يعمل مشكله. لكن انا لو كان عندي فراكشر كلافيكل ومن حد زي من حد 0 لحد 90 من 0 ل 90 انا كده ما عملتش اي ستريس على مين؟ على الفيكسيشنز، ما عملتش اي ستريس على الفيكسيشن، فده هيخلي الدنيا ايه؟ سيف. يبقى انا منعت الارثرو فيبروزس بان انا اجيب باسف ابدكشن 90 باسف ابدكشن 90. ده خلصناه. اللي بعد ان انا احافظ على بقى المصل شغاله حسب بقى العمليه فيها ايه. يبقى الاول ان انا امنع الاول المشكله الكبيره اللي هتواجهني عشان اوصل لحركه الموبيليتي. طالما المفصل بيتحرك وانا جايب 90 ابدكشن باسف يبقى انا عندي 40 درجه سكابرو ثوراسيك، وعندي كام؟ 50 درجه جين هيومرال، باقي 90 درجه 60 منهم من الجين هيومرال اللي باقيين بيجوا ايه؟ بيجوا اكسترا ارتيكولر ما بيجوش انترا ارتيكولر. والقصه المشكله عندك لو حصل ارثرو فيبروس او ستيفنس او سكندري فروزن ان الكلام ده يحصل مين؟ انتر ارتيكولر مش اكسترا ارتيكولر. الاكسترا ارتيكولر اموره سهله، جاست ستريتشنج اكسرسايز ماسل انرجي تكنيك، هتبص تلاقي الدنيا بي ان اف ستريتش هتلاقي الدنيا فكت معاك. لكن لو الستيفنس حصل انتر ارتيكولر هي دي الكارثه هي دي مربط الفرس. لو حصل هو ده مربط الفرس، هتواجه مشاكل كبير قوي. عشان تفك الكلام ده لو عدى اي 3 شهور انسى ان انت تفكه من بره كعلاج طبيعي، هيحتاج منظاره ويحتاج مانيبيوليشن اندر انستيزيا. يبقى احنا العيان طلع من عمليه دخل في عمليه ثانيه، واحنا السبب. احنا السبب مين؟ مش احنا كعلاج طبيعي بس، المنظومه كامله.
المنظومه اللي هي العلاج الطبيعي، المنظومه اللي هي الجراح، المنظومه اللي هي المريض. ما هو المريض ما ساعدكش، المريض ما جاش ما التزمش في جلساته، ده كومبونه. الثاني الجراح بعت العيان بعد العمليه بشهرين. طب انا كان المفروض امنع الباسف اجيب باسف ادخل عند اسبوع على 6 اسابيع، ممكن يجي لك عيان بعد شهرين وزي الفل. بس احنا بنتكلم في الرولز الاصليه يا اولاد، الرولز الاصليه انت تجيب 90 ابدكشن باسف، بس ابدكشن 90 وزن 6 اسابيع مع اي عيان بوست اوبرتيف، مع اي عيان بوست اوبرتيف او عيان شولدر. لو وصلت لده منعت مين؟ سيكندري فروزن شولدر، او نقول الشولدر ستيفنس، او الشولدر ارثرو فايبروز. كده متفقين؟ نيجي بقى البرايمري فروزن. برايمري فروزن الاصل فيه تريتمنت ستيج سبيسيفيك، ما اقدرش امنعه ولا اقدر اوقفه، ولكن التريتمنت بتاعي هو عباره عن ايه؟ التريتمنت بتاعي انا التارجت بتاعي ان العيان ده يتحسن او يتحرك، يبدا يموف وامشي مع اقصر المده. يعني سي مثلا ان هو هيبقى سولنج ستيج ويرجع سيلف ليميتنج وزن 18 او 15 ل 24 او 20 شهر. انا هدفي انه يرجع يتحرك وزن 6 ل 8 شهور، 6 ل 8 شهور وزن فانكشنال رينج، يعني مع 140 150 فليكشن، مع 120 130 ابدكشن، مع انترنال روتيشن حوالي 60 70 درجه. ده كله اكون انا جايبه، ده كله اكون انا مخلصه مع العيال. لو وصل ده ودخل الفروزنج بهذا الشكل، فروزنج ستيج اللي هو العيان ما عندوش بين وعنده ليميتيشن او بين في نهايه الرينج، بين في نهايه الرينج، يبقى ساعتها اقول ايه؟ خلاص هيكمل معايا جلسه في الاسبوع او يجي كل اسبوعين مره ويعمل التمارين في البيت واشوفه، وهيكمل هيخلص من السولنج ستيج في اسرع وقت ممكن. لكن لو بقى فريزنج ستيج، خلص الفريزنج وبقى فروزنج ستيج، يعني ما عنده ليميتيشن وما عندوش بين، والرينج بتاعه اخره كده مثلا 60، اخره ما فيش ابدكشن 30 40 درجه، ما فيش انترنال روتيشن نهائي، خلاص الموضوع خلص. ده فروزنج ستيج. فروزنج ستيج سب فانكشن او ما فيش فانكشنال رينج، جاي عيان يحتاج حاجه من الاثنين، يا اما مانيبيوليشن اندر انستيزيا، يا اما مانيبيوليشن اندر انستيزيا، يا اما كابسولار ريليز ارثروسكوبيك كابسولار ريليز. قلنا المنظار هو الستاندرد او الجولدن ستاندرد، بس الديبينز على ظروف العيان الماديه. عيان بور كلاس بنايف يبقى مانيبيوليشن اندر انستيزيا، عيان ليد بايب يبقى لازم هو ايه؟ انه لازم يعمل مين؟ منظار، لازم يعمل منظار، لان الفيجنز او الفايبر اسوشيال متكونه اللي عندها ليميتيشن في الرينج اوف موشن تتمط وترجع. فلو عملت مانيبيوليشن فتحتها وترجع تاني ما عملناش حاجه، لازم دي ايه؟ تتقصقص بالبلدي باللغه البسيطه جدا. والديبندس على نوع الكولاجين فايبرز اللي عمل، الديبندس تعتمد ذلك على نوع الكولاجين فايبر، لان تايب 3 تايب 5 تايب 10 تايب 9 تايب 7 على حسب نوع الكولاجين فايبرز بيكون نوع الستيفنس او نوع الليميتيشن، وهذا الاساس بيكون نوع الاند فيل. طب الاند فيل ده كلاس برايف، كلاس برايف يعني ايه؟ دخلت العيان الجلسه، عملت له جلسه، خرجت من الجلسه، الرينج هو هو، ده لازم مين؟ مانيبيوليشن اندر انستيزا، ده هيتحسن مانيبيوليشن اندر انستيزا. طب دخلته الجلسه كان كده، دخلت خرج كده، سبته ساعه بره او نص ساعه بره، رجعت تاني كما كنت، ده لازم منظور، بشرط ان يكون بقى مين؟ فروزنج ستيج. فروزنج ستيج، فروزن ستيج، فروزنج ستيج يعني ايه؟ يعني خلاص ما في ليميتيشن وما فيش بيت، وعدى 6 9 شهور، يا 6 يا 9 الديبندس برضه على الحال، لان هو قلنا ديفيكالت دياجنوز، ديفيكالت ديفرنشال دياجنوز، ديفيكالت تريت. ده الفروزن شولدر مش حاجه بالسهوله الناس متخيلاها، صعب ان انت تعرفه، صعب ان انت تشخصه، صعب ان انت تعالجه، صعب ان انت تشوف الباثولوجي بتاعه او تبقى فاهم الباثولوجي بتاعه، فبيحتاج هو كلينيكال دياجنوز، يعني هو حاجه بتشخص كلينيكيا، ما بتشخصش لا اشعه ولا بتحاليل. فده يظهر مهاره اللي بيكشف على العيان. نيجي بقى للنوع الثاني، يبقى ده السكندري هنمنعه، وقلنا هنمنعه بس ابدكشن 90 لان انت بفهم العمليه. ولو انت بتشتغل معايا يعني عن اي عمليه بعد العمليه لازم تبقى معتمد على ثلاث حاجات اساسيه، اربع حاجات اساسيه: اناتومي، فيسيولوجي، بايوميكانكس، سيرجي. وانت تتعامل معايا عين بوست اوبرتيف لازم تبقى فاهم ثلاثه اربع كرايتيريا اساسيين: الاناتومي بتاع الريجنز، الفيسيولوجي بتاعها، البايوميكانكس، السيرجي. السيرجي دي اللي عين ده مثبت ببليك ولا انترلوكينج ولا بانتر ميدالي رينيل، ايا كان نوع الفيكسيشن، دبل بليتنج اند باترس، ايا كان الفيكسيشن انت بعرف العمليه نفسها نوع الفيكسيشن اللي متثبت بيه ده كعمليه. اثنين لازم تبقى فاهم الفيسيولوجي،
هو مثبت كومباكت ولا كانسيلس؟ يعني لو انت الفراكشر في الشافت في يومرس غير الفراكشرز بري ارتيكولر، الكسور القريبه من المفصل تبقى كانسيلس بون، فالهيلنج بتاعها اسرع، فان انت تحمل وتشتغل اسرع مفيش مشكله، يعني تتحمل يعني تعمل اكسرسايز وتحرك كلام من ده وهو قريب من المفصل ده هيهيل اسرع، ولكن ان يكون ارثروفايبروس او ستيفنس اعلى، يبقى الكسر قريب من المفصل الستيفنس بتاعه عنيف ولكن الهيلنج بتاع البون كويس، الكسر البعيد عن المفصل اللي هو في الشف في الكومباكت بون، الكومباكت بون جليد يونيون عظم اتاخر في التئام، ولكن يبقى مفيش ستيفنس لانه بعيد عن المفصل ففرصه انه يعمل ستيفنس قليله، لكن فرصه انه يعمل ارثروفايبروس قليله، لكن يهيل عاوز وقت. فلما يكون عندك كسر شاف هيومرس فراكشر شاف فيمر شاف تيبيا تبقى متوقع العيان ده هيهيل وزن شهور مش ويكس، شهور من 3 ل 6 شهور، كسر قريب من المفصل معروف انه هيهيل وزن 1 to 3 months يعني من 6 لشهر ونص لشهرين 3 بالكثير هيكون هيل، لكن كسر في الشاف ممكن 6 شهور من 4 ل 6 شهور او من 3 ل 6 شهور على ما يلتئم. الديبيندز بقى على حاجات كتير، هو ترانسفير ولا باتر فلاي ولا اي كان نوع الكسر، دي تفاصيل كتير جدا لازم نعرفها عشان وانت بتدرس التمارين بتاعتك تبقى فاهم اناتومي فيسيولوجي بايوميكانكس سيرجن، دي اللي على اساسها هتقول اعمل امتى ايه وازاي وليه. بس مبدئيا احنا بنتكلم في الوقت ان انا النهارده جاي لي عيان فراكشر هيومرس فراكشر كلافيكي فراكشر هيد هيومرس شافت هيومرس، الاصل ان انا امنع الارثروفايبروزيس، امنع الارثروفايبروزيس بدنا نجيب مين؟ باسيف ابداكشن 90 برايمري فروزي التريتمنت بتاعه ستيج سبيسيفيك نو بين نو جين از نوت سوتبل، كل مرحله لها علاجها، جولدن ستاندر او الجولدن فيز بالنسبه لنا في العلاج بتاعه اللي هو الفريزنج ستيج، افضل مرحله بالنسبه لنا الفريزنج ستيج اللي هي من 3 ل 6 شهور او 9 شهور على حسب الحاله. بعد كده العيان الهدف بالنسبه لي ان انا امبروف الرينج نوت تو ديكريز البين، لان البين ويز اور ويزاوت تريتمنت هو الى زوال، الالم رايح، اللي هيبقى اعنف ويعمل مشاكل مين؟ الستيفنس او الارثروفايبروز، الستيفنس او الارثروفايبروز. يبقى احنا ده بالنسبه للفروزنج ستيج، قلنا لو بقى فروزن بين راح والليميتيشن موجود يبقى حاجه من الاثنين، يا اما مانيبيوليشن اندر انستيزيا يا اما كبسول يا اما منظار، وقلنا المنظار هو الافضل هو الجولدن ستاندرد، ولكن حسب ظروف العيان الماديه، حسب ظروف لو عيان ظروفه على قد ايه مانيبيوليشن، بشرط ان يكون كلاس نايف الليد بايب، لو هو ارثروسكوبي هو ليد بايب بقى ارثروسكوبي ايا كان بقى الظروف مفيش نو واي لازم ده لازم ده ماشي. ناخد بقى الامبنجمنت سندروم، امبنجمنت سندروم يعني ايه؟ امبنجمنت سندروم مينز ان العيان ده روتير كاف تندونز اللي هي السوبراس باينيتس انفراس باينيتس تيريس ماينور سب سكابولاريس واللونج ايد اوف بايسبس من قدام، يبقى سب سكابولاريس سوبرا انفرا تيريس واللونج هيد، اللونج هيد هاد تو بي كونسيدر ذا هيبس روتير كاف تندونز، ممكن نعتبرها الروتير كاف تندونز رقم 5، ده معنى ان ده كلها بتبقى تحت اندر ذا امبريلا اور تايتل اوف شولدر امبنجمنت سندروم. وات مين باي امبنجمنت سندروم؟ امبنجمنت سندروم بتبقى دياجنوز بس كده جروب اوف سيمتوم سبيسيفيك دياجنوز، معناها ان المكان اللي هو صاب اكروميال ادي الاكروميوم والايسي المكان اللي تحتهم الضيق او الاوتار اللي موجوده فيه اتخنقت، طب هتتخنق ليه او الضيق ليه؟ هتلاقي نتيجه يا اما انترنسك اكسترنسك فاكتور، الانترنسك فاكتور يا اما انفلاميشنز في التندونز يا اما انفلاميشن في البرسا يا اما اي سي ارثرايتس يا اما هوك شيب اكرومي، دي كلها انترنسك حاجه جوه البني ادم نفسه، يا اكسترنسك فاكتور دي الاغلب ودي الاعظم ودي الاكثر ودي اللي احنا بنشتغل عليها. الاكسترنسك فاكتور عباره عن مين؟ واحد ان اللي تحت يطلع لفوق او اللي فوق ينزل لتحت، ده الهيب تطلع للي فوق تطلع فوق وتضايق المكان، يا اما الاي سي بالاكرومي هم اللي ينزلوا لتحت ويزنقوا على المكان. طب ايه اللي ينزل اللي فوق لتحت او يطلع لتحت اللي فوق؟ اللي طلع لتحت اللي فوق حاجه من الاثنين، يا اما امبالانس بتوين الروتيتور روتيتورز يا اما امبالانس بتوين الروتيتور دلتويد، يبقى عدم التناغم او التوافق بين الروتيتور دلتويد، الدلتويد ترانسلات الفورس الروتيتور بتشد لتحت والسبب الثابت ده ما حصلش فالهيدي تقوم طالعه لفوق، يا اما امبالانس بتوين الروتيتور روتيتور، الروتيتور روتيتور المفروض في رينج معين من بعد ال 60 او من بعد ال 70 بالظبط الرينج بتاع الجيل هيومرال
بيحصل اكسترنال روتيشن، الانفراس بايليتي في التيرس ماينور بتشد لتحت والورا، فتعمل ديبريشن بتنزل بتجلايد الهيد انفيرير وتكسرنا روتيت مين الهيد اوف ذا هيومرس، فتعمل كليرنس اوف ذا جريتر تيبروستي في السب اكروميل سبيس، بتكلير الجريتر تيبروستي اللي هو الانسيرشن بتاع الروتيت كاف، ما يفضلش تحت مين تحت السب اكروميل سبيس، ما يزنوش على التندون. لو الاكسترنال ويكو ده المعتاد الهيد هتفضل فين تحت المكان، فتزنوا على مين على التندون، يبقى امبالانس بين الروتيتور والروتيتور او امبالانس بين الروتيتور والتويل، ده واحد. الثاني التايتنس اوف ذا بوستيريور كبسول، تايتنس اوف ذا بوستيريور كبسول، كبسول تايتنس بوستيريور هيعمل ايه؟ سوبير اند انتيريور مايجريشن اوف ذا هيد اوف ذا هيومرس سوبيري، هيزق الهيد لفوق يزنوا على مين على التندون، يبقى يا اما الكبسول يا اما الامبالانس بين الروتيتور والتويل والروتيتور والروتيتور، ده اللي هيزنوا على مين هيضيق المكان. طب مين ينزل اللي فوق اللي تحت؟ اللي نازل اللي فوق اللي تحت حاجه من الاثنين، يا اما سكابولار ديسكينيزيا اللي هي الاوفر اكتيفيشن اوف ابر تراب، اوفر اكتيفيشن اوف ابر تراب، اوفر اكتيفيشن اوف ابر تراب، ويكنس سيريتاس، ويكنس سيريتاس، ويكنس لور ترابيزياس، ديكريز التايمينج اوف بكتراليس ماينور، تايتنس بكتراليس ميجور ماينور، يبقى تايتنس بكتراليس ميجور ماينور، تايتنس بكتراليس ماينور، بيك ماينور تايتنس، بيك ماينور تايتنس، او over activation upper trap او weakness lower trap، weakness serratus وهمبويدس معهم طبعا، والتايمنج بتاع الميدل تراب او الويكنس بتاع الميدل تراب، خلينا نقول lower وميدل، lower ترابيزيس ميدل ترابيزيس رومبويدس serratus weak upper trap وليفيتروس كابلي over active بكتراليس minor tightness، يبقى اللي هيجيب اللي فوق للي تحت الاوفر اكتيفيشن بتاع الابر تراب والليفيتروس كابلي والتايتنس بكتراليس ماينورز والويكنس بتاع السريتس، ويكنس سريتس، ويكنس لور ترابيزياس، ويكنس ميدل ترابيزياس، ويكنس رومبويدس. يبقى طالما قلنا ويكنس يبقى الاسسمنت بتاعنا هيبقى لها ايه؟ مانوال ماسل تيستنج بتاع ميدل ولور ورومبويدس، هنعمله مانوال وسريتس هنعمله مانوال ماسل تيستنج. التريتمنت بتاعنا سترينسن. طب بكتراليس ماينورز وليفيتور سكابلي وابر ترابيزيس هيبقوا تايتنس، الاسسمنت الفلكسبيليتي بتاعتهم والتايم والاوفر اكتيفيشن بتاعهم، والستريكمنت بتاعي ستريتشنج او ريليز او ديكريز الاوفر اكتيفيشن، ده اللي هيخلي السكابلي تيجي فين؟ من فوق لتحت. فتعمل حاجه اسمها سكابلر ديسكينيزيا والتايم، او حاجه ثانيه التايتنس اوف ذا وستير الكبسول، كبسول ماسك في الجلونايد وراح للهيد اوف ذا هيومرس، لو بقى تايس لما تيجي تعمل الليفيشن او فورورد فليكشن يقوم جايب السكابلر فين؟ معايا، يعني انت تعمل ايدك كده هو طايت هيقوم واخدها معاه لقدام ولتحت. فالسكابلر بصير الكبسول يطلع اللي فوق اللي تحت فوق ويجيب اللي فوق ايه تحت، لو زق الهيد هيطلعها لفوق، لو شد الجلونويد هيجيب السكابلر فين في الاي سي لتحت. يبقى الكبسول يعمل حاجتين، هو في النص بين الاثنين، يزق اللي تحت لفوق ويجيب اللي فوق لمين لتحت، يعني بوصل التندر للست الاتجاهيه. يبقى الكبسول تايتنس حجر زاوية اساسي في علاج الامبنجمنت سندروم، بيزق الهيد لفوق او يجيب الاسكابلا بالاي سي بالاكروميوم لتحت، يبقى زنق من فوق وزنق منين من تحت على حسب الاورجن ولا الانسرشن الديبندس. ده الكبسول. يبقى الامبنجمنت، يبقى التريتمنت بتاعه بقى التريتمنت بتاعه انت عاوز توسع المكان عشان التندون يبقى عنده مسافه يتحرك فيها وما يبقاش مزنوق، يبقى تزود ايه اللي طلع فوق تمنعه وايه اللي نزل تحت تمنعه، يعني ينزل اللي فوق لتحت تمنعه او تعالجه ويطلع اللي تحت لفوق تمنعه. يبقى الكبسول تايتنس والروتيتور كاف. طب الروتيتور كاف الويكنس مين لمين؟ في الابدكتورز اكسترنال روتيتور فليكسورز. يبقى في الابر ليمب هنعمل ستريس في الابدكشن شولدر اكسترنال روتيشن شولدر فليكشن، يبقى فليكشن اب اكسترنال، فليكشن اب اكسترنال، او عشان يبقى علميا صح ونتكلم علم صح بالسترينس الابداكتورز ثم الاكسترنال روتيتورز ثم الفليكسورز. يبقى الاهم مين؟ الابداكتورز اللي هي السوبراسباينيتس ثم الاكسترنال روتيتور اللي هي الانفرا والتيرس ثم مين؟ فليكسورز. يبقى او في الاخر بقى احطهم الثلاثه مع بعض، تعالى في وش الناحيه دي ما تهزش بقى مكانك وتتحرك تاني مكانك، يبقى فليكشن اب external rotation flexion ab external، ده الكومباين في الاخر، يبقى flexion ab external في الاخر. ابداهم سيبرت الاول لان احنا قلنا الاستراتيجيه في التريتمنت
فانت كنت عارف ان حاجه فيتش قبل الانترنت. عمري ما اقول انترنت. وفي بين في الانترنت. عمري ما اقول انترنت. عمري ما اقول انترنت. انت وصلت بغلط. اوفر الاكسترنال والابدكشن ثابتين اوفر ولور. في اللور بنعمل اكستنشن قبل اكسترنال. في الاوفر بنعمل فليكشن قبل اكسترنال. والترتيبه ابدكشن اكسترنال وبعدين فليكشن وبعدين تحطهم الثلاثه مع بعض. تعمل كلمات والكلمات تعمل منها جمله والجمله تعمل منها ايه؟ باراجراف بالاخر. يعني بعمل كلمات كلمه بكلمه ابدكشن لوحدها اكسترنال لوحدها فليكشن لوحدها بعد كده اعمل فليكشن قبل اكسترنال. التريتمنت بتاعنا هيبقى كده. هتشتغل الابدكتورز الاول بعد ما اشتغلت شغل الاكسترنال تاني بعد ما تخلص الاكسترنال شغل مين؟ الفليكشن. بعد ما تخلص التلاتة تعمل مين؟ ده على حسب العيان بيتحسن معاك. يعني انت عملت الابدكشن بقى كويس جدا وتحسن مش على الاكسترنال. عملته بقى كويس جدا وتحسن فليكشن الدنيا كويسه كمل. عملت من الاول ابدكشن كويس مفيش بين خش على الاكسترنال. عملته كويس مفيش بين خلاص اعمل فليكشن. ممكن في اول جلسه تعمل كله. الاساس ان انت ما تعملش حاجه فيها مين؟ فيها وجع. في وجع يبقى في حاجه غلط. في وجع يبقى في حاجه غلط. اي كان التكنيك اللي بتعمله العين جاي تعالج مش جاي تعزل. بتعمل حاجه وفيها وجع يبقى في حاجه غلط. ده مبدا اساسي. اي حاجه بتعملها وبتوجع يبقى فيها ايه؟ حاجه غلط. الاصل ان انت تعمل كل حاجه بدون ايه؟ وجع. لان العين جاي تعالج مش جاي تعذب. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نتعلم الاول ناسس ونفرق بين الفروزن والامبيرجمنت. وقلنا الكلام ده المره اللي فاتت بس هالريفيجن تاني بسرعه. الكويك اسسمنت اوف شولدر. بعد كده التريتمنت بقى الاساس بالنسبه لنا النهارده. ونعمل العمل بتاع الاسسمنت والتريتمنت. العمل بتاع الاسسمنت والتريتمنت. يا جماعه الله يكرمكم تفضلوا مكانكم. ارجعوا ورا صح. اعد رجلك. في الانترنال مانجمنت كنت منسمها تقسيمه ان بيحصل مانجمنت للروتيتور تنتونز مع الجلانويد ريم في انتيرير بوستيرير. ما جالس المحاضره اقول لك اه ليها تقسيمه ثانيه للمانجمنت اكسترنال والانترنال. والاكسترنال ده في النظر مش هقولها ثاني بقى وهسال فيها في الامتحان. الانتيرير مانجمنت والبوستيرير مانجمنت والانتيرير انتيرير انترنال والبوستيرير انترنال والجلانويد والكوراكويد مانجمنت. والاكسترنال حاجه ارتكولار سيرفيسال سيرفيس والانترنال حاجه انترنال سيرفيس ارتكولار سيرفيس والارتكولار من قدام حاجه والبوستيرو حاجه. ده كله اتقال يا حبيبي. هقوله تاني هنا؟ لا هفضل اقول اللي بقوله وبعدين اقول تاني؟ لا اتقال. ما انا عارف انا قايل ايه وما كنتش عارف. هطلع المحاضره لما اجي الامتحان الصبح وانا بقول حاجات كتير. لما اجي الامتحان افر المحاضرات كده اشوف انا قايل ايه عشان اسال فيه. ما هو الميزه بقى في التسجيل في كده. يعني التكنولوجيا يعني هتيجي تتكلم وانت بتقول اسمع طلعت المحاضره فهمت؟ لما تيجي في الامتحان تقول لي ما تقلقش اقول طلعت اهي. يبقى تسقط ايه؟ بالسولفز. ما تحذفهاش دي عشان يبقى عارف ان هو يسقط بالسولفز. نبدا بقى الاسسمنت سريعا. عاوز فولنتير هنعمل حاجه عشان يبقى الدنيا كويسه. هنشيل الثلاث سيارات اللي في النص هنرجع ده هناك. احنا سمعنا وعملنا الاكسكلوجن ريد فلاج واللو فلاج الكلام ده خلصناه. هبص على العام الاول شايف الشولدر ليفل اخباره ايه؟ الدكتوراليس ماينور لو تيلتنج او تيلنج هو شايف. بعد كده الافر الاكتيفيشن بتاع الافر تراب اخبار النيك ماسلز ايه؟ اخبار النيك ماسل ايه؟ لان ممكن الشولدر بين يكون ريفير من السيرفايكل لازم تبقى فاهم. والشولدر بين اخره الالبو. اي الم بينزل بلوزه البو تبدا يبقى تبدا واساسي التريتمنت او الاسسمنت بتاع مفيش عين شولدر من غير ما تعمل مين؟ سكرينينج. من غير ما تعمل سكرينينج ابر كوادرنت لازم تسكرين الابر كوادرنت. تاكد الابر كوادرنت فري. يعني مفيش الم لا من فوق لا من الدورسال ولا من مين؟ من سيرفيك سباين. وغالبا سيرفيك سباين الاساسي مش الدورسال. خلاص انا اشوف من قدام اجي من الجنب ولو في فورورد هيد في تيلتنج او تيلنج اوف ذا سكابيلا. الترابيزيس اخبارها ايه؟ الدولتويد والكونتور بتاعها. في اي كوموزس او كونتيوجنز او اي حاجه او نتيجه تروما او اي ان كانت المشكله ابدا ابص اشوفها. بعد كده ارجع ورا هرجع ورا ابص برضو على الشولدر ليفلز
سبايرال اوف ذا سكابلا والانفيرو انجل اوف ذا سكابلا على مستوى سي 7 سوبيريال على مستوى تي 2 تي 7 وتي 2 تي 2 السوبيريال انجل تي 7 لوور انجل لو انفيرو انجلز ابدا اشوف اخبارهم ايه اشوف الشولدر ليفل الاثنين اليمين والشمال ودايما الدومينانت يعني اقل شويه في بروتراكشن ولا لا الاكتيفيشن بتاع الاور تراب ابدا اشوف السوبر سباينيتس فوق السوبر فول سباين اوف ذا سكابلا الانفرا سباين تحت الانفرا سباين اوف ذا سكابلا الميدل بوردر اوف ذا سكابلا برومينانت ولا هو طبيعي اور تراب اشوف وضعهم ايه المكان ده السباين اوف ذا سكابلا المكان ده السوبر سباينيتس فاضي ولا في حاجه بنفس انا بشوف بعيني انفرا سباينيتس تحت السباين اوف ذا سكابلا اخباره ايه عند السباين مش لازم العين لا هدوم لان غالبا هيبقى في ميل ومفيش ميل في مصر هتقلع فانت بقى عارف ازاي تشوفها من فوق تنزل وتشوف التوجيه بتاعها وتقارن يمين وشمال بعينك خلاص بقى كده لما خلصت ابدا اشوف العين ده لو كيفوتك او سكليوتك لان السكليوزس هيأثر على السكابلا نفسها والبوردرز بتاعتها والموشنز بتاعتها فاشوف العين ده كيفوتك اور ايه سكليوتك خلصت احنا قلنا ليسن لوك بعد كده موف طب الموفمنت هعمل ايه انتوا بقى الناس شايفه كلها اعمل اكتف فيسيولوجيكال هنعتبر الشمال هو اللي تعبان ارفع اليمين الاول واعرف العيان وانا بحط ايدي انا عارف ان ده اللي وجعك بس يعمل الحركات دي الاول على السليم واشوف اطلع فليكشن ارجع ستنشن بعد كده اكسترنال انترنال ادكشن ادكشن ممكن اعمل بقى مين اللي هو كومباين موشن اللي هي فيها فليكشن ابدكشن اكسترنال وتشيل ايدك ورا راسك يبقى عملت فليكشن اد اكسترنال بعد كده اعمل مين اكستنشن اد انترنال عملت الثلاثه احنا عملنا ده كده كويس الاكتف فيسيولوجيكال بتجود بحاجتين بتجيب الاكتف فيسيولوجيكال بتقيم الكينيتكس والكينيماتكس الباسيف فيسيولوجيكال بتقيم الاوستوكينيماتكس والارتوكينيماتكس الباسيف اكسسوري بتقيم ارتوكينيماتكس بس ده الطريقه اللي احنا ماشيين بيها خلصنا ده ابدا اقول له ارفع بقى ايدك على قد ما تقدر ارفع على قد ما تقدر انزل بالراحه انزل بالراحه انزل تمام اعمل ابدكشن فوق وانزل تاني ايدك جنبك لفها لبره لفها لجوه بعد كده خليها من مين الحركه المجمعه اللي هي فيها فليكشن اد اكسترنال اكستنشن اد انترنال تمام كده خلصت اكتف فيسيولوجي بعد ما خلص اكتف فيسيولوجي اعمل باسيف فيسيولوجي باسيف فيسيولوجيكال الاكتف بأسس الاكتف والباسيف الباسيف بأسس الباسيف بس بمعنى انا النهارده عمل اكتف فيسيولوجي وهو بيرفع قيم العضله وقيم هو مرتبط بالعضله هو التندون يبقى البنيه موجود اكتف يبقى القصه يا مصر يا نير يا اما القصه لو هو مش قادر عمل اكتف ظهر بين مع الاكتف يبقى القصه تندون يا مصر ممكن تكون مين كمان جوينز مفيش مانع او كبسول لانه بقيم الاثنين طب انا بعمل باسف انا عملت انا حركت بقيم الباسف اللي هو مين اللي هيكون مين الجوينز او الكبسول او الليجمنت او الليجمنت يبقى البين اللي مع الاكتف بقيم الكل البين مع الباسف بياخد الباسف كومبوننت اللي هما في الاما جوينز يا كبسول يا ليجمنت يا جوينز يا كبسول يا ليجمنت ده البين اللي هيظهر مع الباسف ليه بنقول ده عشان لما يبقى العين عنده الم اكتف وباسف يبقى ده باسف كومبوننت زي الفروزن شولدر هيبقى عنده بين وليميتيشن في كل الدايركشنز اكتف وباسف الامبلجمنت سندروم العين بتاع العين عنده الم مع الاكتف فكده هبروسيس في الفروزن بباسف هبروسيس في الامبلجمنت باكتف تريتمنت ان انا اعمل ايزومتريك للروتيت وشكاب واشوف اسسمنت بتاعها كده خلصنا الاكتف ده بقف قدام العيان يعني هو كده بالظبط ده الطريقه اللي هنشتغل بيها ايدك كده اتنين ايدي بره اهي كده انا عملت اسسمنت الاكسترنال ايدي جوه انترنال وانا واقف قدامه بهذا الشكل بقول له ارفع فوق وانا مثبت كده ده سبيد تيست
يبقى انا عملت اسسمنت لمين؟ لونج بايسبس نفسها. يبقى تاني سريعا اكسترنال انترنال، ايدك قدامك الاثنين كده بسرعه، ارفع فوق سوبراس باينيتس، ايده زي ما هي كده، ايد واحده اهي وثبت هنا، بقول له ارفع فوق، بس انا بقول بيت مين؟ لونج ايد اوف بايسبس عشان اشوف عندها كليكنج وبين ولا كليكنج بس ولا بين بس. ارفع، لازم تبقى سوبايناتد يا حبيبي، ارفع. ده مين؟ لونج ايد اوف بايسبس. هقوم لافف ايده بهذا الشكل ورايح لافف بالجنب كده، وايدي هنا كده مثبت وهو رافع لفوق، ارفع لفوق سوبايناتد بقى في نفس الوقت، وارجع تاني. ده اسمه اوبرينتيست، ده للسلاب والبايسبس تندو. انا وقفت خلاص، انا رحت في الجنب، هاجي في الجنب هقول له هوريزونتال ادكشن واشوف وات اباوت ذا تايتس اوف ذا بوستيريور كابسول. ده واحد اثنين هو كده وانا مثبت، وده بروفيكيشن تيست اي سي، وانا واقف جنبه بحط ايده كده وارفع ايدي لفوق للهاب تيست سابسكابيلاريس، وانا واقف في جنبه ايدي كده، ايدك فوق على بطنك، واحاول انزل بتحت او احاول ارفع ايده لفوق، ايدك بتحت، ايدك على صدرك، ما تقدرش ترفعها. ده سابسكابيلاريس بكلها اوضاع مختلفه. لو انت كده خدتها بهذا الشكل كده مين؟ سابسكابيلاريس. ايدك كده ارفع ايدك، ما تقدرش ترفعها. الهاك تيست سابسكابيلاريس هو بنفس الشكل ده كده، بقول له خد ايدك على كتفك الناحيه الثانيه وثبت الكتف واشوف اخبار الكبسول تايتنس، وفي نفس الوقت وانا كده بضغط بعمل بروفيكيشن تيست اي سي، باجي بنفس الوضع ايده محطوطه اهي ما غيرتهاش، بلف كده هوكنز كينيدي تيست وانا واقف جنبه، ايده اهي فرت رفعت لفوق، ده النير تيست. يبقى دي كل السبيشال تيست بتاعت الشغل، وانا واقف في نفس الوقفه ما غيرتش، انا واقف ايده اهي سابس كابيلاريس، ايده كده انفراس باينيتس، خدت ايده كده مين؟ سابس كابيلاريس، ايده كده زقتها بروفيكيشن تيست اي سي وفلكسبيليتي في زمين بوستيريور كابسول، ايده ما حركتهاش تاني، انت عايز كده اهو هوكن سكينر، فردت ايده ورفعت للاخر نير تيست. نقولها تاني بمنتهى السلاسه كده اهو، الناس شفت ناحيه اهو كده مين؟ انفرا صب صبرة بايسبس لفيت ارفع اوبريا، وانا ايده كده بقى ايدك على بطنك اثبت سابس كابيلاريس، سابس كابيلاريس ايدك كده بروفيكيشن تيست اي سي وبصير الكبسول، نفس الوضع هقوم لافف بالراحه هوكنز كده، فردت ايده رفعت خامس اكسترنال انترنال سوبر سبيد اوبريا، ايدك كده سابس كابيلاريس اكسترنال روتيتوس، خدتها كده كبسول وبروفيكيشن اي سي، كبسول وبروفيكيشن اي سي هو كده سبوكن سكيلينج رفعت في اسهل من كده، في اسهل من كده حاجه ممكن تعمل ثالث او رابع او خامس اكسترنال انترنال سوبراس باينيتس دي جنب اهو بايسبس اوبريان كده كده انزل سابس كابيلاريس كده انفراس باينيتس كده هارت تيست بروفيكيشن تيست اي سي على طول خلصت بالجنب او راجع ورا، رجعت ورا وانا واقف وراه بقول له ايدك فوق كده لف ايدك لتحت سيب ايدك كده وشوف الانترنال روتيشن، بس في الانترنال روتيشن ده الجيرت سندرو تايت ليميت الانترنال روتيشن، يبقى ده بيعكس اندايركت واي او دايركت اندايركت واي بيصير كابسولار تايتنس، لان الليميتيشن انترنال روتيشن اسمه ايه؟ جيرت سندروم جلينو هيومر انترنال روتيشن ديفيسيت، ده سكندري تو ذا ويكنس اوف ذا بوستيريور ايه؟
كبسول تايتنس خلصت خليه يرفع ايده فوق كده وريزيست اجمد ده اكسل تيتور ميلي وواقف زي ما هو كده نبيت ورا بقى خلاص بجمد كده اجمد فوق يمين ولا شمال ده ابر تراب هو واقف بنفس الطريقه دي كده ممكن ازقه لقدام الميدل تراب ايده الحيطه يزق يزق الحيطه هو سيرتس انتيرو ارفع ايدك فوق وانزل التلاته تراب ايدك تحت وحطها وراه قول له ارفع ايدك ارم ليفت تيست ارفع فوق انت ارم ليفت تيست سب سكابليس يبقى وانا واقف وراه اول حاجه الباس انتيرو روتيشن كمين انتيرو كابسول بطلع كده فوق الفها اكسترنال روتيت تمام خلصنا اجي بعد كده ايده زي ما هي مرفوعه ارفع الاثنين ده وضع الوضع الاصلي ان انت تعمل شولدر شراج ده طريقه ثانيه وايده قدام كده اجمد ما فيش انزلها والمفروض كيب رول بس انا عاوز اخلص مش هنملي عين عشان اتاكد ان هي سليمه ولا شغاله ولا لا حط ايده قدامه زق ثلاث سنتيم رفع فوق اجمد لور ترابيزس يبقى خلاص كده السكابلر ماسلز اللي هي المفروض لو فيها مشكله هتعمل لي ايه سكابلر ديسكينيزيا وتجيب اللي فوق اللي تحت تزنه على مين الكابتن ايده ورا ظهره واقول له ارفع ايدك فوق تمام ده مين سابس كابلر باخد بخليه يحط ده الاثنين ويمسك ده الاثنين ببعض كده اسمها ابل سكراتش تيست ابلي سكراتش تيست ابلي سكراتش تيست ده باسم بيأسس الفليكشن اكسترنال روتيشن هنا والاكستنشن ادكشن انترنال روتيشن هنا قلبت ايده فليكشن اكسترنال روتيشن هنا اكستنشن انترنال روتيشن هنا ده كويك اكتيف فيسيولوجيكال تيست هعمل وانا واقف وراه ايدي دي كده قابل سكراتش تيست فليكشن اب اكسترنال ليفت اكستنشن اد انترنال رايت قلبت فليكشن اب اكسترنال رايت اكستنشن اد انترنال ليفت كاكتيف فيسيولوجيكال اسسمنت وباسف عملها بس كده انا خلصت الاسسمنت من ايه نستنى اقوله تاني او رابع او خامس مره اكسترنال انترنال سوبرا سباينيت بايسبس سبيد بعد كده اوبريان تيست اهي خلاص ايدك كده يا حبيبي سب سكابيلاريس ايدك كده انفراس باينيتس كده ساب سكابيلاريس كده اي سي بروفيكيشن كده هوكن سكين كده وارفع نيرتس رجعت انا بقى وراه كده ايده كده بعمل كده سيب ايدك كده كده اهي انترنال روتيشن رينج اوف موشن كاسسمنت لبصير كابسولار تايتنس باخدها لفوق وازق بقيت مين انفراس باينيتس تيس ماينور ميل ايدك كده ماشي اجمد لور ترابيزيوس مين ترابيزيوس ايدك كده اتنين زق سيرتس انتيل رفع ثلاثة تراب انزل ايدك تحت انزل هيت على ظهره ارفع ايدك فوق ارم ليفت تيست ساب سكابيلاريس ارم ليفت تيست ساب سكابيلاريس ايد ورا ظهره فليكشن اب اكسترنال وارجع تاني اقول قابل سكراتش تيست فليكشن اب اكسترنال اكستنشن اد انتر كده خلاص الاسئله اللي فوق في كام؟ مش نكمل 30 ثانيه اتفضل على السرير بقى عشان نشوف الاسئله الاساسيه الاكروميون او الاي سي جوينتس والسرير والمسافه بتاعتها او ممكن اقيس المسافه من النبل لحد من الكراكويد المسافه دي اهو اقيسها كده وشوف طولها قد ايه بالعين المجرده ممكن تقيس من هنا لهنا ده تايتنس اوف تايتنس بكتوريس ماينور بكتوريس ماينور تايت هتاخد بكتوريس ماينور ماسكه منين من 4 ريب راح الكراكويد فلو تايت هتعمل بهذا الشكل زي ما زميلكم عمل كده ده تايتنس يبقى انا كده ده عارف ان فيها تايتنس هيبقى من ضمن بروبلم ليست بالنسبه لي بكتوريال ماين بكتوريس ماينور تايتنس ومن ضمن التريتمنت بتاعي ستريتشنج او ريليز او اللي انت تعرفه نعمل عين كاسسمنت بالنسبه لي هو طالما نام ممكن اخد بقى الباس رينج اوف موشن بالشولدر كله وقيم فليكشن تعالى بره السرير واخد مين الاكستنشن يبقى باخد فليكشن
وارجع بره السير اخد مين اكستنشن جوه شويه يا حبيبي اخد مين الادكشن اسسمنت الادكشن اسسمنت اخده لبره تاني واعمل اسسمنت مين تيرنال روتيشنز واعمل اسسمنت الاكسترنال خدتوا بالكم انا بعمل انترنال اكسترنال مثبته مين يومرس عشان لو الشولدر بيدسلوكيت هتتكرم الكلام ده بعد كده ممكن اعمل اللي هو الريلوكيشن تيست الريلوكيشن تيست ان انا بتاكد ان الشولدر لما بعمل ابريهنشن مش جوه شويه اعمل ابريهنشن الاقي العين عين على وش تطفو خلاص خايف بقوم عامل مثبت لا بعمل سودو جلايد الهيد واعمل اكسترنال لقيت القلم راح يبقى ده بوزيتيف ابريهنشن تيست او ريلوكيشن بشيل ايدي القلم بيظهر ما شيلهاش يبقى انا عامل كده بيظهر قلم حطيت ايدي وعملت الاكسترنال روتيشنز القلم راح بفكر اشيل ايدي القلم بيظهر ما اشيلش ايدي ارجع خالص بقى تاني انترنال وارجع ايدي يبقى ده بوزيتيف مين ريلوكيشن تيست او ابريهنشن بوزيتيف ريلوكيشن ممكن احط ايدي بهذا الشكل واعمل اكسترنال واشوف الهيد بتروح فين تجلايد انتير ولا لا يعني بحاول كده اهي وازقها لقدام ده لو انت لقيته ستيبل وعاوز تتاكد ان العيان ده ما عندوش فانكشن او عنده فانكشن استابيليتي ممكن يكون الامبلجمنت سكندري تو فانكشن استابيليتي اوف ذا مين ذا شولدر يعني عنده عدم ثبات جزئي في الشولدر وده ترتب عليه امبلجمنت سيندروم فيبقى جزء من التريتمنت بتاعك انت تظبط مين الروتيتور كاف مصر وشولدر بروبوسيشن مش الكبسول خلصنا ابدا بقى اسس مين الباسيف اكسسوري ميلي سلوبلايد طب انا النهارده ده الاكروميوم انا واقف في اللوز باك بوزيشن اللي هو 55 سيمي ابدكشن و30 درجه هورزونتال ابدكشن واقف فيه ايدي فين على الجوينت لاين تحت الجوينت لاين على طول عشان اتاكد ان تحت الجوينت لاين باك ميدي كده ببص عليه لقيتها ماشيه مع انتير سبيلك سباين يبقى انا كده مين يبقى انا صح الفورس بتاعتي مش بوسيجو مش كده الفورس كده بوستر لاتر القوه بتاعتي كده يعني انا شادد بعمل ديستراكشن واجلايد فين بوستر لاتر ودي اللي هنعملها كموبيلايزيشنز لعيان الامبنجمنت سندروم اللي هو البوستير جلايد بعملها اسسمنت واشوف الهيد بتجلايد بوستيري ولا لا واعملها تريتمنت عشان كاستريشن البوستيري كابسول وبروف الايه البوستيري فلكس بوستيري كابسول فلكسبيليتي عشان امنع الانتيري والسوبيرو مايجريشن اوف ذا هيد اوف ذا هيومرس في عيان الامبنجمنت سندروم كاحد الاسباب الثانيه كودر جلايد انا خلصت لما اخلص اقول لك نقلنا يبقى اتكلم بسمع من غير ما اسمع بعد ما كودر جلايد ده الكود باسس مين الموشن بتاعتي الموشن مش كده الفورس بتاعتك تبقى كده لان انا باخد الفور بديستراكت اهو وانزل لتحت بديستراكت وانزل لتحت بديستراكت وانزل لتحت ده باسس مين الكودر او الانفيرور بارت اوف ذا كبسول لو هي بتجلايد انفيرور يبقى ده كده كويس يبقى انت مش محتاج مين تعمل كودر جلايد موبيلايزيشنز لو هي حصل ليميتيشن هيتها بتريستريكت مش ماشيه يبقى جزء من التريتمنت بتاعك هيبقى مين كودر جلايد موبيلايزيشن تو بروف الابدكشن والابدكشن تايب هيبقى ليميتيشن اثنين عيانين العيان الاول هو مين فروزن شولدر العيان الثاني اللي هو الامبلجمنت سندروم لان الليميتيشن في الامبلجمنت سندروم انترنال اب فليكشن انترنال اب فليكشن عين الفروزن شولدر اكسترنال اب انترنال والاكسترنال اب انترنال يبقى عندك فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن ليميت الكابسول تايتنس الكابسول تايتنس في الفروزن في كل الدايركشن بس ميلي اكسترنال اب انترنال الامبلجمنت سندروم انترنال اب فليكشن والميلي تايتنس هتلاقيه فين في البوستيرير والانفيرير عين الفروزن قدام ورا فوق تحت هتلاقي طايق ما بيسمحش بجلايدنج يبقى الفروزن في كل الدايركشن الامبلجمنت والسير الميلي مش كده انترنال بعد كده بعد كده مين ابدكش والفليكشن هيبقى ليميتد معاهم طالما اتنين ليميت عين الفروزن
اكسترنال يبقى الانترنال جلايد هتبقى ليميتد اكتر. لما تاخد هيت كده انتيريور كده هتلاقيها تايت، ترجع بقى بوستيريور هتلاقيها تايت. يعني دي طريقه ثانيه ممكن تعمل جلايدنج كده للهيد وبوستيريور كده للهيد، انتيريور بوستيريور، دي طريقه ثانيه. بس احنا مش ما بنعملش اكتر من طريقه، هنثبت طريقه لنعمل بقى الاسسمنت والتريتمنت عشان ما نلخبطكوش. بس الترم الثاني هنضيف الثلاثه الثانيين. بس مبدئيا دلوقتي هديك مين حاجه واحده تعمل بها الاثنين، تعمل اسسمنت بتدي حاجه واحده بوزيشن والسيرور اهو، بقف ايدي كده واقف بهذا الشكل وبنزل كده، وده التريتمنت هو نفسه الاسسمنت. بشد ايدي كده وابدا انزل بهذه الدستراكشن كودر جلايد كودر جلايد. ده بقى اسس مين؟ الابدكشن. بص كده يا بيه، اكروميوم جوينت لاين عشان اتاكد ان ايدي محطوطه صح، بقتني كويسه كده واشوفها رايحه كده، يبقى رايحه مع مين؟ هنتمس بلاك سباين، يبقى انا كده على الجوينت لاين. يبقى الفورس بتاعتي مش هنزل كده، هنزل كيف؟ بوستر لاترال. بوستر لاترال لان السكابل 35 درجه على مين؟ على الثراسي الكيج، صح؟ لو انا نزلت بوستير هروح فين؟ بالهيت في الجلونايل. لو انا نزلت بوستر لاترال هروح بالهيت فين؟ على الكبسول نفسه. وانت عاوز الهيد تخبط في الجلونايد ولا عاوز الهيد تروح على الكبسول نفسه وتستريتش؟ يبقى الفورس بتاعتك هتبقى عامله ازاي؟ فالاستراك بوستر لاترال كده، بوسترو لاتر كده. الكودة بعد استرابت وابقى فين؟ كده الفرصة بتاعتي كده. النقطة المهمة، العيان ده لو فروزن او امبنجمنت هيبقى فوق 35 او فوق 35 او 40 سنة، ممكن تبقى 50 او 60، فاوستي بروتيك فما تمسكش من هنا. المسكة بتاعتك هتبقى منين؟ كلوز ذا جوينتس، يعني اوعى تمسك كده كده، وعملت مبلغيشة ممكن تشت كسرت العيان، مش هقوم من على السرير مكسور هزمة طب، وانت نايم وانت بتعمل مش لسه هيروح وبقى نحس بالوجع ده، هيتكسر وقع الترابيزة. فايدك فين؟ لو لقيت حد يمسك كده يبقى بحسابها اهي كلوز ذا جوينتس والديستراكت، وبعدين تعمل الفرصة بتاعتك كده. يبقى احنا كده خلصنا حاجتين، خلصنا الباسيف اكسسوري اللي هو البوستيريو جلايد والانفيرو جلايد، وهنعملهم موبيلايزيشن في التريتمنت بتاع الامبرجمنت سندروم. باقي لي بقى مين؟ باسيف ابدكشن 90 على الكرسي. يعني عشان اجيب الباسيف ابدكشن 90 بمسك العيان كده وابدا احرك باسيف، انا اللي بحرك ايد اهي مثبت واحرك ايد العيان اهي. باسيف رينج اوف موشن اوف ذا مين؟ شولدر ابدكشن، باسيف ابدكشن 90. بحط ايدي بهذا الشكل وابدا اعمل مين؟ سكابلر بلان واخليه يروح ويرجع باسيف. اكسلنا روتيشن في موشن، لكن ما خدتهاش كده، خدتها كده. لكن الابدكشن عملت ايه؟ ثبت ايده كده على ايدي ورحت بها بس كده. لو عين بوست اوبرت مثبت بقى شريحه، عامل كسر، عامل ريبير، عامل بانكر، عامل اللي عامله ده بس فرنج في موشن. الفليكشن ايده اهي باخدها وطي اهي، شوف الحركة ازاي؟ شوف الحركة ازاي؟ شوف الحركة ازاي؟ ما عملتهاش كده، وده كل حتة راحت في ناحية اهي وطلعت. ده الفليكشن. الابدكشن ايدي اهي ثبت العين كده وبحرك بالراحة، وايدي دي عاملة ديستراكشن خفيف وبروح وارجع وبروح وارجع. ده الباسيف رينج اوف موشن تو بروفينت مين؟ سكندري فروزن شولدر. اي انا عامل عمليه خلاص، خدنا الكودر وخدنا الدورس كاسسمنت وتريتمنت. تعالى بس كده زي ما انت ابدا بقى استنسك روتير كاف. قلنا اول حاجه عايزين نعملها في روتير كاف مين؟ ابدكشن. طب ابدكشن اخدها ازاي؟ مش احنا عملنا الباسيف كده؟ نفس القصه نفس القصه، ايه ده مثبته، دي ثبتت، دي ثبتت مين؟ السكابل. صباعين دول كده على مين؟ على الهيومرس سوبيريو.
وده انفيل وابدا اخلي ذوق. ايه شباب فيه ذوق البر؟ ها بر مش عارف امسكها كده بهذا الشكل. ايه ده؟ اهي ده ثبت الاسكابل السين هاي والسينر ماسلز على مين؟ على الهيد. والسينر زائد الهيد لتحت، يبقى الهيد بتطلع فين؟ سوبيرو انتير. والاسكابل بتشرايك، انا ثبت الاسكابل عشان تبقى الحركه بيور مين؟ دي هومر. ثبت الجزء ده زائد الهيد لتحت، ده زائد الفار، ده زائد تحت، وده زائد ورا. واقول له حرك، وقفت انا عادي اهو. شوف واقف ازاي؟ تعال هنا. الناس اللي حاجه هتصور هقلب وهتصور لكم. وقفت اهو صلحت. هو الفكر يجي العين يعمل ايه؟ ويرفع. يبقى انا كده عليك وعمل كده مش زنق. انا عاوز افويد ده هو بيشتغل، فبثبت الاسكابلا بالفير سويب سبيس هنا بقى انتيري ما شاء الله عليك. واحد بس يا مدير الله يكرمكم، ركزوا معايا الله يخليك. احنا قلنا الاسكابلا عامله ازاي؟ 5 و2 سباي. شفت واقف ازاي؟ شفتوا الزاويه دي كده اهي. الاسكابلا المفروض تبقى انتيري. ايه ده؟ هي ضغط. ايه ده؟ هي ضغط. ثبت دي كده بده، دي اللي بتزق، دي زقت لتحت، دي وسين دي كده، دي انفيل. شفت دي عملت ايه؟ تاني انا وقفت اهو زي ما انا واقف كده. الوقفه بتاعتي اهي، والله هعيدها تاني وتاني. الواقف شايف الوقت، وهرجع اقف هنا تاني وهشوفه تاني، وهجيبه النحاس وتشوفه تاني اهو. دي كده ثبت الاسكابل. ده الجزء ده زائد الهيد لتحت، الجزء ده زائد الهيد مين؟ كودا. يبقى انا ثبت الاسكابل اللي هي الشراج والتيبنج والكلام من ده، خدتها فين؟ اكسترنال بوستيرو تلت، مش اسكابل المفروض وانت بتشتغل تطلع اليفيتد. لا هي كانت شراج بقى بتاخد الهيد كله، انت ثبتها في مكانها وعملت لها ريتراكشن. اكسترنال بوستيرو تلت انا عملت ده بايه؟ هي عامله اهي الراجل زي ما هو عامل كده. انا خدتها كده بوستيرو تلت، خدت لها اكسترنال روتيشنز وثبتها. بعد كده الجزء ده بمين؟ بيبوستيرو جلايد لتحت. الجزء ده بينفيرو جلايد. بعد كده اقول له حرك. حرك يا بابا. ده كده علاج طبيعي تمارين ولا ده ايه؟ رد حرك يا بيه. اهي اقولها تاني، لف الناحية دي، افتحوا الدنيا عن بعض واقفين جنب متكركبين في بعض ليه؟ شباب ايه ده؟ اهي ده زائل تحت عشان يعمل اوفر اكتيفيشن ده بالتاب وتشد ريفرس سكابل هيومر. زقيت الجزء ده كده بقى عمل مين؟ ده حد يجيب ايده؟ حد يجيب مين؟ الهيد تاني ايدك هنا كده، الهيد ايدك هنا، دي الهيد تحت. يبقى ايه دي زقت لورا والسين دي زقت انتين كودل. يبقى ده ثبت السكابلا وانا واقف في نفس اللاين بتاع مين؟ عشان ما تعملش ذوق بقى لبره. حرك بقت الحركة سليمة. اهي ذوق كده الحركة بيور مين؟ كلين هيومرال جوينتس. ذوق كده صح. طريقة تانية امسك كده، شوف صوابعك كل صوابع ليه لازمة اهي. خدت الاسكابل الاثنين دول على الهيد، ده اللي هو المكان ده كده فوق الهيد، يعني دول كده الجزء ده بانفيريو جلايد وده بوستيريو جلايد، والليت والرينج بثبته الاسكابل. بقت دي عامله ازاي؟ ده بيثبت الاسكابله، ده الكودل، ده بوستيريو. الهيد بتعمل ايه؟ بتتحرك بتسيبيرو انتيرو مايجريت. ولو الاسكابله مش ثابته هيبقى ريفرس اسكابل هيومر ريزم. فاهو اهو اهو واقول له حرك. ده شد، ده زق لتحت، ده زق لورا. حرك بالراحه بابا. بس
يبقى نيفر ايفر وانت بتعمل ابدكشن هتلاقي بين. يعني كل الاسباب اللي ممكن تجيب بين ايه؟ ان الحركه تيجي كده. ان الهيومرس تطلع لفوق. ان الهيومرس تطلع لقدام. طب انت ثبتها في مكانها. بوستيريو وانفيريو والسكابولا صح واثنين بيتحركوا عامل الديستانس صح يبقى المكان وايد. انت موسع المكان والتندر بتحرك فيه. يبقى كده ممكن عينك توجع وشم التمرين؟ لو توجع يبقى في ايه؟ خلاص. طب التفاصيل دي كلها صعبه عليك. انا عاوز منك ايه؟ تعلمه دلوقتي وبعد كده تفهم ده. هتقف كده اهو وقفت كده. واقف ازاي؟ اهو. لو جيت تشوف الزاويه دي هي زاويه السكابيولا. جزء من ايدك ده بزق الهيد لتحت وده بزق ده بزق الهيد لورا وده لتحت. خلينا نتكلم مصطلحات علميه. يبقى ده بوستيريور وده مين كودا. حرك يدك. حسب انا بقول ايه؟ الطريقه الثالثه اهي كده اهي اهي. حرك لبره يا بابا. الكلام ده هتعرف قيمته لما تيجي تشتغل مع عيان تعمل له ابدكشن تلاقيه بيتألم. تثبت بالطريقه دي وتشتغل بالطريقه دي بيلس بيلس مفيش ألم نهائي وكأنك اديته مخدر. ليه؟ هو الألم بيجي منين؟ فانت ظبطت ده كله فالعين بتنجر تتحرك بدون الزرق. هو القدر من تحت كان مجرد بتجايد صح؟ يعني هو بيتحرك لا لا القدر من تحت يعني لا انا بلبس بديله سترينسنج انا بديله ريزيستنج يعني اللي بعده اكسترنال. افضل وضع لعمل التمارين كشولدر مين؟ سكابشن. عملت سكابشن اهي لازم اقف كده. وقفت كده غلط. ليه وقفت كده غلط؟ لما اجي ادي ريزيستنس مش هتبقى في نفس اللاين بتاعه السوبر انفراس بيرس. فين؟ مش الانفراس بانيتس ماسكه من انفراس بانيتس فصه ادرس باين في السكابيولا يا شباب. يبقى هي العضله اهي صح؟ يبقى هي بتعمل ايه؟ بتشد كده. يبقى لما اقف اقف موازي ليها ما اقفش بزاويه عشان الفورس ما يحصلهاش وجدوش. انا الوقت التمانية يا حبيبي. يعني انت بقول لك اعمل لي سترينث اكسترنال روتيشن في يوم امتحان وقلت لي كده غلط. وانت عملتها على عيني وراسي. عملتها غلط. عشان توقف لازم توقف كده. شفت ان هو كده عامل ازاي؟ سباين اوف ذا سكابيولا هنا كده تحت من ورا. التندن بتاعها اهو وماشي راح في الانفراستراكشر جتر في بروستي. ايه ده اهي لانها بتطلع قدام صح. ايدي كده خدتها لتحت كده ثبت ايدي اهي خلاص اتحط. يبقى انا خدت السكابولا بوستيريور تيلت ريتراكشن خدت الهيد بوستيريور زق يا رايت زق اهي تحت انزل تحت خالص انزل اطلع بقى. الزاويه بتاعتي كانت عاليه شويه لما كنت حاطط دي كده فرفعها فوق قوي. لا هنزل تحت شويه. ليه انا ما عملتهاش كده؟ كده شايفين الهيد فين؟ طب كده الهيد سقطت فين؟ في الجلنويد. ايه ده اهي بقى؟ رحت اهو ثبت زق. الحركه بتاعتي انا جايه منين؟ من القلبه. اشتغل زي ما انت عايز ما زقتش بالشولدر. انا واقف صح؟ الحركه كلها منين؟ من القلب. ما قعدتش اعمل بقى روتيشن في السباين بتاعي اخلص خمس ست عيانين اروح ظهري بيوجعني. وقفتي لما ثبت كده دي اهي عموديه واللي عمال ازوق بايدي. لا اهو بادي ويت بادي ويت. الفورس جايه ازاي؟ الزاويه ازاي؟ ده الاكسترنال روتيشن اهو اهو كده كده اهي ذوق البر. لو زقيت كده الترايل هتشتغل. لو زقيت كده مين اللي شغال دلوقتي؟ لو زقيت كده يبقى اللي اشتغل كده سنه روتيتورز. يعني انت لو حاطط ايدك غلط كده صباح الخير لازم تبقى كده.
فبعدش الدنيا والله فبعدش الدنيا بس هو الطبيعي كده كده يا حبيبي زق البرد عشان كده العين هيقول لك العمل 50 جلسه علاج طبيعي ما خفتش ما هو عملش علاج طبيعي كده يبقى احنا خلصنا مين الاكسترنال روتيتورز خلصنا مين الابدكشنز الفليكشنز هيبقى واقف السيربال ما يبقاش على السيربال سكابشن نام على جنبك الجنب ده يا كده على جنبك ستريت فورد شوف دي شوف دي السيري ده في واحد هنا زاوية 90 90 ايدك دي خش جوه لف لتحت لا امسك هنا كده كده يا حبيبي زق لتحت ده اسمه ايه سليبر ستريتش هو نام لاترال بوردر الكبسول ماسك من هنا انا ثبت دي واشد لتحت شد في الراحه ده اسمه ايه سليبر ستريتش في واحد تاني هو ايده كده زي ما هي ارفع لفوق كروس ارم ستريتش كروس ارم ستريتش البسليبر وكروس ارم ستريتش الناحيه الثانيه ده ستريتش زي ما سيرك بتوش فيهم بتسد اول شويه ده مين سليفر ستريتش زي ما انت نايم كده شد ده كروس ارم ستريتش احنا قلنا بنخلص كل حاجه سايد لاين خلاص بنخلصها هو نايم زي ما هو كده قدام شويه بعمل اسيسمنت للبوستير كابسول تايتنس بثبت دي كده وخليه ينزل لتحت سيب لك تنزل لتحت يا حبيبي يا ابني كده بريزنت ادكشن ايدك كده انا ماسك كده سيبها تنزل ما نزلتش سيبها تنزل ما هو انا ماسك كده المفروض الطبيعي اي حد ينزل تحت السرير بقيت المسافه من التيب وذا فينجرز والسرير بالتيب ميجرمنت اهو بقى اعرفها ماشي وبعد كده اعمل مين ستريتش الكبسول السرير في تريننج وبالسير جلايد وبعد كده اقيس المسافه تاني ده طريقه ثانيه للاسسمنت قلنا كده هنأسس كده هنأسس ودي طريقه ثالثه للاسسمنت بتاع مين دكتور البوستير كابسول تايتنس دكتور الاخيره دي تاني عشان مش هزغر جنب الثاني يا حبيبي مش هناك زي ما انت وقف ستريك يا جماعه مش عايز اعمل اسنان الكلب كده ما ينفعش الناس واقفه مظبوط ايدك كده سيبها تحت سيب ايدك تنزل سيبها هو ده اللي انا عايزه ده الفسير كبسول لو علقت بقى هنا ما نزلتش وقفت هنا كده ما نزلتش سيب ايدك يا حبيبي كده خليك ماسكها بس بقيس المسافه من هنا لحد السرير بعد كده شوف الماينس بتاعها ده كبسول تايت هو نايم زي ما هو كده بس مش تمام ده لها ترتيبتها بعمل مين فورورد فليكشن من سايد لاين من ضمن السكاب بدون كوز بروتوكول نام على جنبك ارفع ايدك لفوق لا فورورد زق ارفع فوق فورورد فليكشن من سايد لاين واكسترنال روتيشنز من سايد لاين شوف العمليه دي فين عشان تبقى سكابشن ارفع ده الشغل على السكابولر والروتيتور كاف ارفع بس وشك الناحيه دي عشان اعمل زمالك الناحيه دي كده قدامك برجع تاني ارجع ها هتقولي ده العين مش قادر لما يكون عين عامل عمليه كده مش قادر يفعله مره واحده انت كده تعمل فورورد فليكشن منين؟ برو جرافيتي كده انت جرافيتي يبقى القوه اللي محتاجه عشان يرفع ايده كده يقدر يرفعها كده بالعوش تعال جرافيتي ده جريت تو مصر منه مصر تيست في اثنين ولا ناسيين ده الجرافيك اليمينيشن اللي بعده ده الاصعب اكسترنال روتيشن استرينسنج وده اخر حاجه بتنهي بيها
لو عملتها لاي عيام الاول سيفير بين سيفير بين اخر حاجه بتتاخر زق البر قلناها في محاضره مين يبقى ممكن الكونسنتريشنز في الريهابيتيشن السنه اللي فاتت اعمل اكسنتريشن من نين سوباين وبعدين سيتنج وبعدين استا وبعدين ايه سيتنج وبعدين برون وبعدين سايد لاين اخر حاجه ده الاكسترنال روتيشن لف العين كده خلصنا منين ممكن هو نايم كده اعمل حاجه اسمها بروكسيمال ستابيليتي ستيل موبيليتي رفعت ايده ابدكشن ارفع ايدك فوق كوعك اتن ايدك على وشك ارجع تاني انزل ده عشان يبقى كنترول على مستوى الجين الهيومرال هيبقى عندك بروكسيمال ستابيليتي الشولدر ثابت ويبقى بتحرك عليه لو عامل فراكشر عين كان عامل عمليه بتقول ارفع ايدك ابدكشن وقاعد لا مش هيجيبها دي هتعملها صبايل بعد كده تجيبها كده وتجيب كنترول عليها وبعد كده حرك مين القلبو على الشولدر كبروكسيمال ستابيليتي ديستال موبيليتي يبقى ده عندك موتور كنترول على مستوى مين السكابولو ثوراسيك والجين هيمورال جوينتس هيقدر بعد شويه يعمل مين ابدكشن من سيتنج لكن مش متخيل انت العين هتجيله يرفع بعد عمليه يرفع يقوم رافع لك كده انسى هو يعمل كده هيعمل نام على وشك عملناهم برون اكستنشن والتي فليكسد البو والتي اكستند البو وبعدين تي فليكسد البو ريح ارفع ده ما عنديش جسم بس واحد ده برون اكستنشن انزل تاني اثنين بعد كده مين ده جنبك ارفع فليكس عملها كويس ستند عملها كويس فليكس عملها كويس كنا عملنا المانو مصر تيستنج بتاع مين ترابيز واحنا واقفين بس ده مش الايديا احنا اكاديميين فرد الدنيا عن بعض شويه كده شكله وحش قوي ده ميدل ترابيزيس ده لور ده تلات ارفع ده ايدك ورا ظهرك ارفع ايدك فوق وانا بريزيس ده كنت صابس لا مش صابس تمرين ده بيكتور بيك لا رومبويد رومبويد حافظ على الايجو مش قادر يرفع كده ده رومبويد انهاء ليه بتطلع من على السرير صابس كابلاريز ده اللي مش قادر يمسك كده بتريزست هنا ده مش عارف يمسك هنا الرومبويدس اهي مرسومه اهي اهي ارفع دي رومبويدس رومبويدس ميدل لور ثلاثه اقعد ايدك جنبك كده شين ان ماشي في دي ارفع نفسك فوق على دي بس شين ان بالراحه بس سيتنج بوش اب كديبريسورز وكسكابولار ماسلز وده من احسن التمرين بيظبط الاكتيفيشن بتوين الابر تراب والميد تراب والسريتس او الدلتوس سريتس ترابيزيس كابلنج فورس من احسن التمارين اللي بتظبطها التمرين ده الوحيد 10 عدات بس 15 اقصى عدد 25 ممكن نعمل اللي هو البوش ابس عاديه برون الاول هاف برون كده ويطلع وينزل وبعد كده ينزل مين بوش ابس على الارض وبوش ابس على البالانس بورد وبوش ابس مع البول يعني حدث ولا حرج ملسق كده خلصنا سراير مجموعات